أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف أنفاس. ضيفنا اليوم عادل ضحوكي، رئيس منتدب الجامعة المغربية للنقل الطرقي والموانئ، وذلك على ضوء الاحتجاج المقبل الذي سيخوضه مهني النقل الطرقي بالمغرب يوم 21 نوفمبر. أهلا وسهلا سي عادل، مرحبا بك. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك. كنشكركم على التواصل ديالكم وعلى المساندة ديالكم لقطاع النقل الطرقي بالمغرب. واجب سي عادل، مرحبا بك. بداية سي عادل، ما هي دوافع هذا الاحتجاج ولماذا هذا التوقيت؟ واش صنفتوا كل الحوار مع الوزارة الوصية؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، السؤال ديالكم سؤال صريح. بالنسبة للظرفية الحالية اللي كيمر منها قطاع النقل الطرقي مع ارتفاع المهول ديال الغازوال، أدى 90% من المقاولات النقلية للإفلاس، لأن ارتفاع المهول ديال الغازوال أثر عليها تأثير كامل. بالنسبة للاحتجاج اللي هو من اللي كان مفروض أنه يكون في واحد الوقت سابق من شعر مع المدة الزمنية، لأنه طفح الكيل ديال المقاولات ديال النقل، لذلك تم الكم الهائل ديال المهنيين انهم التجؤوا لنا بصفتنا كمحاورين على القطاع النقل الطرقي كجامعات وجمعيات وعده نقابات اللي هما كيناضلوا على هذا القطاع ديال النقل الطرقي وقطاعات عده. من الطلب ديالهم ان عندنا على الاجتماع اللي كان اجتماع في المستوى ديال المهنيين ديال الهيئات المهنيه، ومن خلاله تم التصويت بالأغلبية على يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022 وقفة احتجاجية اللي كيحتج فيها المقاول الصغير والمقاول المتوسط حتى المقاول الكبير من الارتفاع المهول ديال الغازوال اللي هو كيوصل دابا ل 16 درهم و50، اللي هو ولا كيأثر على المقاولة النقلية ب 90% من الكونسوماسيون ديالها. وما غاديش نذكر انها ما كاينش غير الغازوال اللي كيأثر، كاين الزيوت، كاين حوايج اخرى اللي هي كتأثر. بالنسبة لنا حنا كمقاولات في قطاع مهيكل كنأديو ضرائب كان الى غير ذلك، داكشي يفوق المستل يفوق زعما الميزانية ديال المقاولة. نعم، والدعم الاستثنائي اللي كانت كتوزعوا الوزارة الوصية واش كافي في نظرك سي عادل؟ اولا بالنسبة للدعم، هو ماشي دعم، هو من الى صافي دير من الماليه المحطات ديال الوقود. حنا هاد الدعم هذا اللي كيقول اللي كتقول الوزاره من الى، راه ما كنديروش بيه شوبينغ، حنا كنتقداو به ولا كنتساراو به، ولا راه كتاخذوا من عند الماليه كيدوز ديريكتومون للمحطات ديال لابونك للمحطات ديال الغازوال. بالنسبه لهاد التكلفه اللي خرجت الوزاره ديال الماليه ووزاره النقل مع الاجتماعات عده، ان كنا متفقين على هذا الثمن هذا ديال 6000 درهم ملي تجاوز المازوط 11 درهم و80 سنتيم. 6000 درهم، وهو كما شارت الوزاره بان دعم استثنائي، الى هبط المازوط على 11.80 غتترجع الاوضاع ديالها كما كانت، الى عاود فات 11.80 غتزاد 6000 درهم ديال هاد الدعم هذا اللي هو ما يديرش لك حتى 0.05 في التكلفه النقليه. وملي تجاوز ال 11.80 وصل ل 15 درهم تزادت واحد 40% اللي هي وصل 8000 درهم. ملي تزادت من موراها بواحد الاسبوع عاود دارت لوغموطاسيون عاوتاني ديال الغازوال وصل 17 درهم. في هذا الوقت هذا اضطرينا اننا نحتجوا على هذه الامور هذه، مع اننا ما زدناش في التكلفه ديال النقل، ما زدناش على المواطن المغربي باش المستهلك او المواطن المغربي في نفس الوقت انه كما كنا مناضلين وناضلنا في الظروف ديال كوفيد اللي خدمنا 24 ساعه على 24 متعدين العناء، لا سائق مهني ولا اللي مات في المقاولين ولا في السائقين المهنيين والى غير ذلك، وخدمنا وربينا النداء ديال الوطن ديالنا ووصلنا جميع المعوزات ديال النقل من ضمنها المواد الغذائيه المحروقات الى غير ذلك. وبالنسبه لهذا الدعم هذا نعود ونرجع بان غير كافي، غير كافي المقاولات ديال النقل.
لانه وصل 17 درهم دابا، هذا راه كي وصلنا تقريبا كما كتشوف نبينوا للراي العام بان حنا راه ما عندناش علاقه بهذه الزياده ديال الاسعار ديال المواد الاستهلاكيه الى غير ذلك. حنا راه باقيين في التكلفه ديالنا اللي بقينا فيها. كيف يعقل ان المقاوله كتخلص ضرائب، كتادي جميع الواجبات، قطاع مهيكل وكيستعمل الغازوال، كوصلنا كانت كونسوميو ل 55% 60% من الغازوال، كتوصل انك الاقصاء ديال المقاوله والافلاس ديالها اللي زعما على وشك. نعم، وشنو هي المشاكل ابرز المشاكل الاخرى اللي كتعاني منها المقاوله النقليه والسائق المهني؟ وبالنسبه للملف ديال المطلبي ديالنا راه كنطرح على الوزاره الوصيه من 2018 اللي كنا عندنا على وقفه اللي هو وقفه احتجاجيه، وكان الحوار والدخلات الداخليه كان مشكوره من هذا المنبر، ودخلوا كاع الفاعلين في القطاع، ودخلوا مسؤولين عندنا في مجلس المستشارين ولا في البرلمان، ولقينا حلول اللي قلنا غادي تحل مع الوزاره الوصيه، وهي الوصيه على القطاع هي اللي خصها تلقى هذه الحلول هذه وتلقى حلول مناسبه باش نخرجوا من هذه الازمه هذه. كنتفاجئوا بان الحوار كان عارف ديك المده الزمنيه اللي هي من بعد هذه الوقفه اللي كانت غادي تطرى، وكاين امور اخرى في الملف المطلبي من ضمنها تجديد الحظيره. فين وصل هذا الملف؟ هذا الملف ديال تجديد الحظيره يؤسف له، يؤسف له. شنو اسباب التاخر؟ الاسباب التاخر ديالو هو الوكاله الوطنيه ناصا. ناصا هي المسؤوله على هذا الملف هذا، من بعد كان قبل عند الوزاره ديال النقل واللوجيستيك والماء، ودابا ولا عند الناصا، الاداره ديال الناصا اللي هي مسؤوله على هذا الملف ديال جديد الحظيره اللي هو من 2019 وجات الظرفيه ديال كوفيد وتحبسات هذيك الوقت ديال جديد الحظيره. المواكبه ديال المواكبه نكونوا حتى حنا كنخدموا بمعايير دوليه، لان كان دعم اوروبي، كاين الفلوس ديالنا حنا كمهنيين، كاين كناديو الضرائب من ديالنا، علاش ما نحسنوش من المستوى ديال المركبات ديالنا، وحتى حنا نزيدوا بهذا القطاع القدام ونخدموا ونبانوا في الوجه للدوله ديالنا المغربيه تحت الاشراف ديال صاحب الجلاله نصره الله. وكما كتعرفوا ان سيدنا شرشم راه في الحوارات ديالو دعم المقاولات، دعموا المقاولات الصغرى والصغيره جدا باش تزيد للقدام، باش تعطي واحد سميتو، باش يطلعوا ونبانوا حتى حنا في العالم باسره بان المغرب راه غادي في واحد التقدم. ملي كتجي كتلقى واحد الاداره اللي هي كتعطل لك هذه الامور هذه كنتاسفوا. كنطالبوا كندفعنا لي دوسي، دابا كاين ملفات سابقه باقا ما 900 دوسي ديال جديد الحظيره باقا ما تطريطاتش، ولجؤوا لا 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 سميتو الجديد الحاضره ديال 2022. حنا طالبناهم اول حاجه باش ليكيديو لي دوسي القدام ديال الناس اللي حاطين الكاميوات ديالهم والكاميو مول جوج مول الناس اللي معوزه باش تقاد المسائل ديالها باش هي تخرج الارض للوجود. كنشوفوا كنتاسفوا لهذ الامور هذه والدور اللي ما كتقومش به الوكاله، لان الوكاله ديال النارصة هي المسؤول الاول والاخير على هذا جديد الحظيره هذا. وحنا كنطالبوا بحوار جاد وفعال، لان الحوارات اللي كانت سابقه كلها فاشله، لا مع الوزاره ديال الوصيه على القطاع ولا مع الاداره اللي خرجت لنا من الوزاره. لذلك كنطالبوا بحوار جاد وفعال مع السيد رئيس الحكومه فيما يخص اول حاجه الغازوال، هذا ارتفاع المهول ديال الغازوال. هاد الدعم هذا يا اما تزاد الكلفه ديالو، يتزاد لان كيمشي من الماليه كيمشي للستاسيون، حنا ما كان كيما شرف سابقا حنا هاد سميتو كتمشي للدوله، من الدوله كتمشي للمحطات ديال الوقود. كما كتعرفوا بان كدوز هاد المحطه كتلقى 14.60، محطه اخرى كتلقى فيها 14.70. خلاو لنا المنافسه الغير الشريفه بعد ديال المحطات ديال الوقود اللي هما ولاو كيمصوا الدم ديال المقاولات ديال النقل. اذا المحطه المقبله للحوار ديال البهنيين هي مؤسسه رئاسه الحكومه، وما كاينش حل اخر من غير الحوار الجاد والفعال مع رئاسه الحكومه، مع السيد رئيس الحكومه عزيز اخ النوش، لانه خصو كرئيس حكومه وكحنا شعب وكمقاولون مغاربه كنطالبوه باش يلقى لنا الحلول في اقرب الاجل باش نخرجوا من هذه الازمه ونخرجوا من هذا الافلاس اللي حنا غاديين فيه. ونعاود نرجع نقول لك بان راه
ماشي إضراب وماشي احتجاج، هذا ناقوس خطر إفلاس مقاولات النقل بالمغرب. نعم، شكرا جزيلا سعادي ضحوكي على كل هذه التوضيحات. شكرا بخير، بارك الله فيك. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونضرب لكم موعد جديد.